جينا البارح مع الصباح ولقينا تفاجئنا لقينا الناس هاد اللي بيديروا هاد العمود ديال الريزو ديال انوي وتفاجئنا الساكنه بانه هاد الناس جاوا بدون علم الساكنه وسميتو جاوا يحفروا وحنا تفاجئنا وجينا عندهم قلنا لهم اللي كان قال لك اودي عطتنا البلد ديال الرخصه ديال الريزو ومشينا للبلديه سولناهم صيفط السيد الرئيس قال لك اودي ما فرشنا والو مشينا التجئنا المسائل القانونيه مشينا درنا حكم قضائي للسيد رئيس المحكمه وجمعه القضائي ودرنا جمعات السكينه وجمعوا العيالات وجمعوا الرجال ولقينا بان هذه الامور هاد الناس ما عندهمش رخصه حتى الرخصه اللي بان اللي قالنا نقدم بينوها القايد عندهم الرخصه ديال لاسيفيم ديال حي المسيره واللي جينا زيرناهم وجات السكينه دابا هما راه حفروا راه عيطنا جينا كلهم واجتمعوا البارح واجتمعوا اليوم احنا دابا واقفين هما هزوا الدوزان ديالهم مشاو ولكن احنا كنطلبوا السلطات المحليه تدخلوا راه حي افراق وهذا افراق من بين الاحياء القديمه في تيزنيت ولكن راه مهمشين ها ديجا عندنا الريزو ديال اتصالات المغرب هو وحدنا وها هو جابوا ديال الانوي وكاين ثلاثه اخرين ولا اربعه احنا الساكنه خاصها المسائل المراكز السوسيو ثقافيه خاصها المناطق الخضراء خاصها الملاعب القرب خاصها الاولاد ما فين يستافدوا ماشي هادشي ديال اللي كيدير لنا اللي هو مدير بالصحه وندوز كلمه للساكنه الاستاذه تنسى الفيديو هكا من ساكنات السعيديه يعني كنعبر على مشاعر الاستهجان والغضب والاستغراب يعني لا يعقل ان هذه سنه تشيد هنا واحد الريزو ديال شركه ديال الاتصالات الساكنه خسرت ان هذيك الطرق القانونيه ترفع دعوه ودير عريضه مازال ما عرفناش شنو بان اليوم كنستغربوا انه تم بدء الحفر واشغال شيد ريزو ثاني ما كيبعدش على الاول حتى 50 متر يعني كيفاش ان صحتنا حنا كيتعاملوا معها المسؤولين ولا يعطيو اللي كيعطيو التراخيص بحال هاد المواقيت بهاد الاستهتار استهتار كبير الا كان صحتكم عفوا صحتنا ما كتهمكمش حنا راه الحق في الصحه وسلامه الجسديه راه هما حقين يعني مقدسين غادي نستخدموا جميع الاشكال الاحتجاجيه المتاحه باش نمنعوا هاد المساله هادي الغريب في الامر انه يعني جاوا في وسط احياء اللي هي اهله بالسكينه حي السعيديه وحي افراق راه الناس كلهم ديال تيزنيت عارفين يعني الكثافه السكانيه اللي فيها زيد عليها انه جا يعني التيران والقاعه المغطاه والملاعب الملحقه اللي هي بنايات كدلف تيزنيت على الرياضه والسلامه الجسديه يعني حتى الرمزيه ديالها فهي ضاعت اذا احنا كما قلت الاستهجان الغضب التنديد والرفض لهذا المشروع هذا وتنطلبوا بالتراجع عليه وحنا راه غادي نستخدموا كل ما هو متاح لنا لا من الناحيه القانونيه ولا الاشكال الاحتجاجيه السلميه باش نمنعوا الاستمرار ديال هذا المشروع للاسف.